متفقة مع مهندس عاصم مهندسة غالية إن الاعتماد على الإنتاج المحلي بيوفر في فاتورة الاستيراد جدا. يعني زي ما سبق وقلت لحضرتك، انا دلوقتي الالواح الشمسيه كانت بيتم استيرادها لغايه فتره قريبه من بره، البطاريات اغلبها بطاريات مستورده، الكاوتش دي بالنسبه للصناعات المبنى الصناعات المدنيه. طيب لو جينا للشق الحربي اللي انا شغاله عليه بالفعل، لغايه فتره زمنيه سابقه كانت الجهات الاساسيه او المؤسسات الاساسيه اللي بتستخدم الذخيره اذا كانت القوات المسلحه او الداخليه او 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 بتستورد اغلب ذخيرتها من الخارج، لما حاليا احنا وصلنا لمرحله ان احنا بنلبي اغلب احتياجاتها. طب هما يستوردوا ليه؟ وفرنا عمله محليه. لما ان الخطوه اللي بعديها ان انا اوفر ده للدول العربيه، اساهم بما ان كل خطوط الانتاج الجديده كلها وفقا للمعايير العالميه، هساهم وادخل عمله، وبالتالي انا ساهمت مساهمه ايجابيه جدا.